حل بن صالح بسيط جدا. بن صالح أولا صحته لا تسمح، هو مريض مرضا شديدا، وهذا غير خافي على الناس، مريض نعم لكن عنده مرض ويمشي يتنقل من 45 يوم رايح لتونس. الأمر الثاني أخوي علي، الأمر الثاني أن الرجل جنسيته ليست جزائرية في الأصل، وبالتالي هذا الأمر يعني ما ليس سهلا، لكنه في إطار يعني هم يقولون الواقع ما بين رئاسة الجمهورية، لكنه هو الرجل الثاني في الدولة، يعني إذا ما تشغر منصب الرئيس الرئاسة تروح ليه. والله نقول لك حاجة أخوي علي، حتى لا أدخل في 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 الكلام عن رئيس مجلس الأمة أو عن أمثاله من أولئك الذين دخلوا إلى برلماننا وفعلوا ما فعلوا وهم ليسوا من جنسية جزائرية أصيلة، هم غرباء عن الجزائر، تجنسوا الله يبارك، ما هوش مشكل عادي، هذه 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 سياسة الجزائر، ولكن الإشكال أنهم دخلوا وخربوا. لذلك أنا أقول لك خويا علي إن أمر بن صالح الذي يعيقه هو أولا الصحة، إذا كان يعني قادر 45 يوم ما هوش مشكلة. المشكل الثاني جنسيته، لا يعقل أن يكون رجلا متجنسا رئيسا للدولة الجزائرية، الدولة الجزائرية يحكمها الجزائريون، ويجب أن يكون الجزائري يحكمنا ويحكمنا من نرضاه أن يحكمنا حتى وإن كان في مرحلة انتقالية، مرحلة 45 يوم مضربة في 2 هذا ما هوش مشكل. لذلك يمكن أن يتم الآن إدخال عضو من أو مجموعة من الأعضاء الذين يرضاهم الشعب الجزائري في الثلث الرئاسي ويرشحون لرئاسة المجلس، ويتم اختيار واحد منهم. يتكلم الناس عن العديد من الشخصيات الوطنية حتى لا أسمي عددا منها، تكلم الناس عن أحمد طالب الإبراهيمي، تكلموا عن اليمين زروال، تكلموا عن بنبيتور، تكلموا عن كثير من شخصيات الآن ربما حسب ما تكلموا عن جميل أبو حيرد. نعم حسب ما يظهر الآن ربما في شريط الأخبار الهام لقناة البلاد يقول لك أنه الرئيس السابق سيد اليمين زروال قادم إلى العاصمة أو قادم إلى العاصمة، وربما فيه ترجيح أو احتمال نعم. أنه قد يتولى منصبا ما أو يشارك في المرحلة المقبلة بشكل ما. شوف وش رأيك فيه أخوي علي؟ أنا واحد ممن رشح الرئيس اليمين زروال ليقود مرحلة انتقالية. أولا لأننا لم نرى من الرئيس اليمين زروال عشقا للرئاسة وللكرسي، الرجل يعني شوف هذه المشاكل رأيتها وبالتالي الرجل قادر على أن يقود البلد في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وهو دعي لمهمة وطنية لحماية وطنه. أخي علي لابد أن تكون الأمور الآن تتجه نحو الانفراج، لأنه نعم لا نقبل هؤلاء الفاسدون، لا نرضى بأنهم هم من يخططون للمرحلة القادمة، لا نرضى بأنهم هم من ينظمون الانتخابات، لا نرضى بأن يكون الحكومة التي الآن رشح لها بدوي ليجمعها أن تكون هي الحكومة أبدا، إنما حكومة نابعة من الشعب، ممن يرضاه الشعب. أخي علي الآن الأوان أن نبدأ الآن الأمور العملية، ما بقاش الآن الشعب نقول عنده نفس طويل وعنده قدرة أن يخرج في كل يوم وليس في كل يوم جمعة، إذا يحبوا الشعب يخرج لهم كل يوم يخرج لهم كل يوم، وفعلا يخرجوا كل يوم وفعلا وقالوا قالوا نخرج لكم كل يوم، قالوا في رمضان غادي نفطروا هنا. نعم قالك راه جاي رمضان راكم خايفين اذا راكم دايرين بالكم ما نخرجوش في رمضان. صح قالك في رمضان نولوا ننظموا وجبات الإفطار هنا يا ودي العاصمة قاعد تولي طوابل، ما هوش مشكل ونصلي التراويح في وسط العاصمة ونجي أنا نصلي بيوم التراويح في وسط العاصمة صلي بيوم التراويح. لذلك أخي علي أنت أمام وضع يجب أن ينفرج. أول بادرة انفراج هو تصريح القايد صالح، أول بادرة شجاعة أخي علي أخي علي ما قد ولا اجتماع، خلينا نقول أخي علي ما قد ولا اجتماع، لأنه رئيس المجلس الدستوري ما تنساوش طيب العيش. لما قدم القسم قال لرئيس الجمهورية سأبقى وفيا لك، روحوا عودوا راجعوا الفيديوهات موجودة، قال له سأبقى وفيا لك سيد الرئيس، أنت جئت لتقسم، لم تأتي من أجل أن ترتبط بشخص، أنت هيئة مستقلة لست تابعا للرئاسة يا أخويا. طيب يا نعم الآن في الجزائر أنا أظن أنه ما يعني كل رام تابعين للرئاسة وبالتالي لابد أن نصحح المسار، هذا الرجل وفي لرجل وليس وفيا لشعب، آن الأوان أن يغير رئيس مجلس الأمة وأن يغير رئيس المجلس الدستوري
وأن يحكمنا رئيس انتقالي نرضاه ويرضاه الشعب، وأن تكون حكومة نابعة خويا نابعة من الشعب. سمي لي ثلاث شخصيات إيه؟ يرضاهم البروفيسور مسدور ويعتبرهم أهلا لا للثقة. لا أنا أنقل ما هو موجود من الحراك. نعم. ما هي؟ أنا أنقل أول شخصية يعني. أول شخصية يتكلم عنها الحراك السيد اليمين زروال. ثاني شخصية بنبيتور أحمد بنبيتور. ثالث شخصية جميل أبو حيرد. رابع شخصية يوسف الخطيب. هؤلاء الأربعة وتم اقتراحهم فعلا. وخامس شخصية أحمد طالب الإبراهيمي. هذه شخصيات نزيهة، شخصيات نظيفة، شخصيات تاريخية، شخصيات ما ربحتش العيب مع الشعب انتحى. وبالتالي ربي قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ناس هذو ناس نظاف خويا العزيز. كان يوم الجمعة السادسة والمسيرة السادسة. نعم. خاصة الرئيس السابق اليمين زروال ربما كانت لافتة تاعو كثيرة والصور تاعو كثيرة كانت حاضرة في الحراك. نعم. بقوة سواء هنا في الجزائر العاصمة أو في أو باقي في باقي الولايات. نعم. كانت في البريد المركزي وكانت في أردن وكانت في كل مكان وكانوا ينادوا به كانوا ينادوا باليمين زروال. نعم. وحتى في حديثهم معانا ولا بيناتهم في الحديث الجانبي يقول لك احنا رانا نطلبوا بزروال جينا في مرحلة انتقالية يقول لك هذا الإنسان ما عرفنا غير بالرغم من أنه ينتمي أو في وقت ما كان جزء من هذا النظام ولكن ربما كان نزيه وهو خرج من الكرسي. طيب سؤال هل سمعتم أن اليمين زروال كان عنده خاوته وداروا العجب في الشعب الجزائري؟ هل سمعتم أن اليمين زروال عنده ريزيدونس في فرنسا وعنده ريزيدونس في 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 دول أخرى؟ هل سمعتم أن اليمين زروال سرق الشعب الجزائري؟ هل سمعتم اليمين زروال فعل فعلا يعني أساء إلى الشعب الجزائري؟ لذلك الناس ترضاه الناس تقبل به حتى وإن كان سنه سن المتقدم قال أنا مستعد أن أضحي على بلادي هو يقبل الرجل. المهمة مهمة وطنية أخوي علي الأمر موش هكذا كبرك الناس راهي تخطط باش تدمرنا الناس ماذا بيها تشعل النار بيناتنا ياك احنا كشخصيات في على الفضاء الازرق على الفيسبوك سبونا تهمونا وسخونا ارادوا ان يفعلوا ما يفعلوا هذا الذباب الازرق ولا الاصفر ولا ما يدري واش يكون القذارة والعياذ بالله. سؤال خويا علي عليه نهار اللي يكون كاين مثلا شخصيه ارتكبت خطا ويقبضوها به فيه الذبان هذا على ما قدروش يقبضوه على ما يقدرش يقبضوه سبحان الله على بالهم الأماكن الموجودين فيها على بالهم الفيلل التي يسكنونها في العاصمة على بالهم الأشخاص اللي رم يمارسوا هذه الممارسات التي تزرع الفتنة تريد أن تشعل النار بين الجزائريين تريد أن نقتتل فيما بيننا ولم نفعل شيئا من أجل أن نوقفهم عند حدين. هذا السبب يعني هم مزعجون؟ أخي علي الناس تستخدم أدوات إلكترونية خطيرة جدا يوظفوا شباب صغير مسكين من أجل أن ماذا؟ أن يسب التطيح بالكلام العيب. يعني تخيل أنت أنا وآخر واحد في الشعب الجزائري تعرضت للسبي تعرضت للاتهامي حتى كلام العلم اللي قلته قال يا ودي هذا الخرطي يعني يريدون أن يطيحوا بأي شخصية تبرزوا. تخيل لو أن هؤلاء الذين في الحراك معليش خويا علي خويا العزيز لو أن هؤلاء الذين في الحراك رشحوا شخصيات معنا أتدري بأن الحرب العالمية الثالثة ستقام عليهم؟ يعني أي واحد راح يكون يعني هدفا للذباب والله ولو كان يجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعونه ممثلا عنهم أقسم بالله لن يتركوه وصدق من قال أنهم تعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسبوه وتعرضوا لرب العزة تبارك وتعالى وسبوه ما بالك بي أنا يقطعون يديروا فيه العجب. لذلك أخي علي لابد أن لا يكون هنالك رؤوس بارزة لأن هؤلاء الفاسدين يريدون أن يبحثوا عن الرأس فيقطعوها ظنا منهم بأنهم عندما يقطعوا رأسا لن تنبت رؤوس أخرى. لكن يقول لك البعض بروفيسور يعني فيه مجال للنقد والانتقاد والحوار شوف ينتقد على روحه ما تسبش الناس خويا علي فرق بين أن أنتقدك ليس السب طبعا وبين أن أسبك بين أن أنتقدك وبين أن أستهزئ بك أو بالشخصيات الوطنية الفرق كبير خويا علي. الحوار أمر عادي أنا دعاني أحدهم أحد الإخوة الصحفيين لمناظرة قلت له لما لا تسميها حوارا حوار على مناظرة أنا جينا تقاتل مع الرجل ما نعرفوش ما يعرفنيش ممكن بالك يسمع لي وممكن يسمع له ولكن المناظرة هذا أمر آخر معناه أنه صاحب فكر وأنا صاحب فكر آخر إما هو متطرف وأنا معتدل أو أنا متطرف وهو معتدل لا نتحاور ربي حاور الشيطان سبحان الله أنعجز أن نتحاور فيما بيننا الشيطان عليه لعنة الله قرأ القرآن يا ناس وحاوره رب العزة
نعم. ولكن وخلى له المجال وسمع له. وقالوا المجال وقال يا ودي نعم بروفيسور خلينا نروح نشوف نقطة أخرى مع عبد السلام. عبد السلام حدثني